ليه؟ عشان دي طريقة السيسي المعتادة في إدارة الأمور. عشان لما نقول إنه السبب في كل مصايب مصر ومفيش حل إلا برحيله ما بنبقاش بنتجنى عليه. وخلوني أفكركم بالمرة بحاجة تانية عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لحضراتكم. وروح انتوا بعد ما تشوفوني دلوقتي ابحثوا على الانترنت هتلاقوا الكلام اللي بقوله ده صح مش 100% 200%. افكر حضرتك، فاكر لما السيسي كان واقف مع رئيس شركة اعمار الاماراتية هو محمد بن راشد وبيتفقوا على العاصمة الادارية الجديدة؟ الكلام ده كان في مارس 2015 تقريبا. دار بينهم الحوار اللي هتسمعه ده على المدرسة بحيث يبقى هي في حد ذاتها مدينه متكامله المرحله الاولى نفسها. شيخ محمد احنا هنعمل ده قد ايه؟ والله حقيقه انا اذا ما بكتب عليك 10 سنين 10 سنين انا بتكلم بدايه لا من الان احنا مش شغلنا كده لا 10 سنين ولا 7 سنين ابدا انا بتكلم بجد. شوف انت ما طالع امر امبارح متعودين على امبارح خلاص متعودين على امبارح. ضحكة محمد بن راشد بتلخص لك القصة كلها. ده المنطق، ده منطق عبد الفتاح السيسي. الراجل المتخصص رئيس الشركة بيقوله المشروع ده عايز أقله 10 سنين عشان يتنفذ المرحلة الأولى منه. فالسيسي ينفعل ويقوله لا 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 لا، ويخش عليه بقى بنظرية المعلم الفسواني يقوله أنا عايز أفيش الهوامش بسرعة عشان أخد اللقطة، هو أنا فاضي؟ بعدين قاله بالحرف الواحد ولا 10 سنين ولا 7 سنين، احنا ما بنشتغلش كده. فالراجل اتصدم قال له سيادتك تأمر بايه؟ قال له امر امبارح. فالراجل حب يجامله قال له طبعا احنا متعودين على امبارح وشاور على محمد بن راشد طبعا مع الفارق الكبير. وهنا لازم اقول الحقيقه، برغم من اختلافنا الشديد مع حكام الامارات اللي ناجم يعني عن تدخلهم السافر في شؤون دولنا ودفعهم المليارات لتخريب بلادنا والسيطره عليهم وطبعا اولهم واوضحهم مصر واللي بيحصل في اليمن وغيرها، لكن هم هناك في الامارات بيديروا امورهم صح، بيشتغلوا في بلدهم بالتخصص، مفيش كرواته. فدبي بقت دبي ليه؟ عشان مفيش دهلاكه ولا فهلاوه من بتوع الحاج عبد الفتاح كفته اللي عندنا. الشاهد ان ده السبب الحقيقي في ازمتنا، ومحدش هيطلع ويقول لك الكلام ده، لكن هيقولوا لك انت يا مواطن تعمل ايه؟ اصبر وكفايه عليك مروحه واحده وتلاجة واحدة. والله ده اللي قاله كامل الوزير امبارح، رغم انه وزير النقل وملوش علاقة وكفاية عليه مصايبه اللي هعرضها لكم دلوقتي، لكنه بيدلي بدلو هو كمان. ورينا اهو ادي كامل بالوزير داعية للترشيد، اظبطوا التكييف على 26 درجة وكفاية مروحة وتلاجة واحدة. انت بتعمل كده يا كامل؟ كلمة كفاية دي بتتقال للشعب بس، كفاية اكل، كفاية شرب، كفاية لبس، كفايه مروحه واحده، كفايه ثلاجه واحده، كفايه كفايه كفايه. لكن حد فيكم راجل يقدر يطلع يقول للسيسي كفايه كده؟ كفايه ودي فرصه لغيرك؟ كفايه خربتها؟ لا طبعا محدش يقدر يطلع يقول له كده. اديكم شايفين اللي بيحصل لمحمد ابو الغر والعمر موسى قبل كده، كلاب السكك تنطلق عليهم لو قالوا كفايه. الخلاصه يا عزيز المواطن، عايز تعرف اي مصيبة في مصر سببها ايه؟ ايه سبب مصايب مصر كلها؟ ابحث ورا عبد الفتاح سعيد خليل السيسي وانت هتلاقي الاجابة.